عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيلا الشكر. إخواني أخواتي من أقولاي، إخواني أخوات عملت الحاجب، إذن طريق جميلة جدا إخوان مع تساقط الأمطار. الحمد لله يا إخواني أخوات، على اليمين أشجار الزيتون، على الشمال أشجار الزيتون، ثم القمح والشعير ومنطقة اللحية يا إخواني أخوات. هناك أيضا العناب، وأيضا تربية الماشية والأبقار في المنطقة، ثم البصل يا إخواني أخوات والثوم، لأن منطقة فلاحية بامتياز. أقولي عمالة الحاجب منطقة فلاحية بامتياز. إذن الحمد لله والشكر لله على تساقط الغيث، وإن شاء الله ننتظر أيضا تساقط الثلوج في الكمام، ونتمنى إن شاء الله سنة سعيدة للجميع. وإخواني أخوات، إذن مرت سنة سعيدة، سنة هجرية، وإن شاء الله بعد أيام بعد شهور تأتي سنة الأمازيغية يا إخواني أخوات. سنة الأمازيغية يا إخواني أخوات على الأبواب، فولكين أسباس مايلو أسباس غودان، إن شاء الله يا إخواني أخوات تدخل علينا السنة أيضا الأمازيغية بخير وسعادة يا رب العالمين. وكنا حضر ربي يتمايشا والصحة المدى ليشا ومدى التمنى ونشا والدرية الصالحة أثبت أميلون. إذن على الأبواب الإخواني أخوات، على الأبواب إن شاء الله سنة أمازيغية. وإذا تكلمنا على السنوات إخواني، هناك السنة الميلادية والسنة الهجرية ثم السنة الأمازيغية يا إخواني أخوات. إذا رحنا على التاريخ، فالسنة الأمازيغية أكبر، وهي السنة القديمة يا إخواني إخوات، ثم تبع السنة الميلادية ثم السنة الهجرية. وأنتم تتعرفون إخواني أخوات بأن إذا تكلمنا على التاريخ، سكان المغرب الأولون هم البرابرة ابن أمازيغ، التاريخ شاهد على ذلك، وكان موضوعا في السنوات البكالوريا هذا الموضوع يا إخواني أخوات. من سكان المغرب الأقدمون هم البرابرة ابن أمازيغ، أتوا من الشام ومن العراق. إذن لما نزح البرابرة إلى المغرب، هناك تفرق، هناك من ذهب إلى الشمال أي حسيمة كما نقول، وهناك من ذهب إلى الأطلس، وهناك من اتخذ إلى الأطلس الصغير ثم الأطلس الكبير. لكن يبقوا دائما إخوات أخوات، لا فرق بين عربي وعجمي وأبيض وأسود إلا بالتقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبقى الشعار المملكة المغربية المقدس، الله الوطن الملك. وصولنا إلى أقوراي يا إخواني أخوات، إحنا في وسط أقوراي، لأن كانت جولة جميلة جدا، ورحلة ومتعة وزيارة واستنشاق الهواء وشرب الماء العيون، ثم أيضا إن شاء الله تستمر رحلتنا واستمر دائما جولاتنا، ونتمنى لكم دائما الخير ثم الخير. شكرا للأوفياء، شكرا للناس العزاز، شكرا للطيبين، شكرا لكم ألف شكر. إذن إلى اللقاء إخواني أخوات، ونحن في أقوراي. أقوراي، ومن لم يعرف أقوراي، خميس أقوراي وسوق أقوراي ومنطقة فلاحية، منطقة جميلة جدا، منطقة تستحق الزيارة. أقوراي خميس أقوراي.
طريق الكلاش يا إخواني يا خوات من تلقى من أقوراي، وعلى اليمين أشجار الزيتون، على الشمال أشجار الزيتون، على اليمين أشجار الزيتون، على الشمال القمح والشعير. اليمين يا إخوان يا خوات إلى الحاجب، وخميسة على الشمال وتضروا إلى مدينة مكناس. مكناس يا مكناس أقشمير الحاجب.
وصول العلاج يعزم يا إخوان يا أخوات. مرحبا بكم، ألف مرحبا إخواني أخوات بأي تعزم. في بلاج في الطريق أقولاي كما تشاهدون، طريق بوفكران على اليمين، شوفوا يا إخواني يا أخوات الماشية، وهنا سنخدم هذا الفيديو لهذا الخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا إخواني يا أخوات، ما شاء الله الخيرات خيرات الله، ما بلغنا عيد الأضحى لا فقدين ولا مفقودين. نصوركم شي شوية الخروف ونصوروا شي شوية الطبيعة ونعود إلى السيارة لاستكمال جولتنا. هانتوما يا إخواني يا أخوات المتشاهدون هاد الخيرات أمامكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. أخي داير السريف، لا بأس عليك. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بغلنا الأضحى لا فقدين ولا مفقودين. أنتم إخواني أخوات اللهم بلغنا الأضحى لا فقدين ولا مفقودين، اللهم يسر أمورنا وارزقنا الدرية الصالحة يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله يا إخواني أخوات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
اللهم بلغنا الأطحال فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا الأطحال فاقدين ولا مفقودين. ما شاء الله. إذا